السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये ट्रोल की बात समझ में नहीं आ रही मुझे, वो भी आमिर खान की फिल्म में मुझे ट्रोल किया जा रहा है कमेंट्स में. पहले तो मैं अरबी में बात करूंगा, यही वीडियो में आपको हिंदी में मिलेगा. بتكلم معكم بالعربي عن موضوع التنمر اللي قاعد يصير في الكومنتات. التنمر شويه غريب نوعا ما. عامر خان انا عمري وحياتي يعني ما شفت جمهور عامر خان يتنمر على النقد او يتنمر على اي حد يتكلم عن فيلمه. فيلم لاسينج تشاد انا شو قلت عنه؟ ما قلت عنه انه فيلم سيء جدا للغايه. انا بس لاني انا اعشق عامر خان كفنان وكانسان يقدم محتوى جميل للسينما الهنديه, يطلع منه فيلم بهذا المستوى مش كان متوقع صراحه. فلذلك انا اعطيته 3/5, واللي هي ايضا علامه تشفع له نوع ما لاعمال عامر خان, وايضا لان الفيلم فيه اشياء ممكن تشاهدها. بس يجي واحد يقول لي لا هذا الفيلم ما راح تفهمه, هذا راح يفهم الناس الواعين والصاحين. كيف واعي وصاحي يعني؟ ما انا اشوف افلام هنديه من زمان, وانا عارف الافلام من زمان, وانا بالنسبه لي افضل اعمال عامر خان تدخل في تاريخ السينما الهنديه 5 اعمال, يمكن لاغان ولا بيكي ولا ثري ايديتس ولا حتى فيلم رنج دي بسنتي, دنجل, هالافلام تدخل غيرها بعد. فجاء هذا الفيلم واللي كان قبل تاكسي فانتستان كان فيلم سيء جدا, تاكسي فانتستان, وهذا الفيلم كان متوسط المستوى, لذلك انا تكلمت عنه بهذه الطريقه. يجون متنمرين يتكلموا اشياء غريبه يعني. مم على العموم انت شوف الفيلم احكم عليه بشكل جيد, ولا تروح في موضوع ان النقد اللي ينقال عليه انها خلاص هو صحيح 100%. لا, انا نقدي جاي بناء على اني انا اشوف الفيلم بنظره ثاقبه, بنظره عميقه, وافهم الفيلم. فلذلك هذا هو الفيلم 3/5. فرجاء من غير تنمر, وانتظروني على ركشة بندر بكرة. أبي جو ترول جراها يا أشكال عامر خان كي فيلم میں عامر خان کے لیے جو کمنٹس آ رہے ہیں میری طرف سے, مجھے ٹرول کیا جا رہا ہے, یہ تو مجھے بہت شرمناک کی بات ہے میرے لیے. کیونکہ عامر خان ایک ایسے منجھوئے کلاکار ہے, میرے لیے عامر خان کی جتنی بھی فلمز ہیں زیادہ تر 5 یا 6 فلم 100 بیسٹ موویز میں آتے ہیں. عامر خان میرے لیے بہت ہی منجھوئے کلاکار ہے, چاہے رنگ دے بسنت یا لگان یا پھر دنگل یا پی کے کوئی بھی فلم ہو, لیکن یہ فلم ایک اوسط درجے کی فلم تھی. اس لیے میں بتایا آپ کو کہ 3 سٹارز ہے. میں برا فلم نہیں بولا فلم کو برا, تاکہ آپ یہاں آئے مجھے ٹرول کرے اور بولے لے آپ فلسطین کے بارے میں بات کرو یا وغیرہ. میں عرب ہوں, میرا کوئی, میں امارات کا رہنے والا ہوں, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست دان سے یا کچھ بھی. فلم مجھے اتنی بھائی نہیں, تو میں بولا فلم 3 سٹارز کے حقدار ہے, اتنا زیادہ نہیں. کیونکہ عامر خان سے یہ میری توقع نہیں تھی, عامر خان سے ایک اچھی فلم کی امید تھی, لیکن یہ اتنی زیادہ ٹھہری نہیں ہوئی. بہرحال میں چاہتا ہوں یہ فلم کامیاب ہو جائے باکس آفس, لیکن تھینک یو.